من الجنديات الصينيات في موكب حرس الشرف من القوات البرية والجوية والبحرية سيشاركن في الاستعراض العسكري، يبلغ متوسط أعمارهن 20 عاما، فيما يبلغ متوسط أطوالهن 178 سنتيمترا. ستكون الدفعة الأولى من الجنديات الصينيات في موكب حرس الشرف بتاريخ الجيش تعريض شعب الصيني الذي يمتد إلى 63 عاما. سيستعرض جيش تعريض الشعب الصيني في الاستعراض العسكري في يوم 3 سبتمبر القادم أكبر تشكيل لموكب حرس الشرف في التاريخ. وجدير بذكر أنه في المناسبات الرسمية العادية مثل زيارة رؤساء دول أجنبية جرت العادة على أن يكون هناك 151 جنديا في موكب حرس الشرف خلال مراسم الترحيب. أما هذه المرة سيشارك 207 أفراد من حرس الشرف في الاستعراض.